اللهم استغاث، اللهم استغاث، اللهم استغاث. تاريخ اليوم تاريخ مميز لمحاربة النفس أمارة بالسوء، 17/4/2024. كل واحد عنده طريقة في تحسين العادات الغذائية الصحية الاجتماعية، كل واحد أدرى بنفسه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بس نفس الوقت ممكن نطلب من ربنا كتير شغلات، نظبط صحتنا ونظبط فلوسنا وإن شاء الله الله يظبط العيلة ويظبط، بس ربنا ما يستجيب في الوقت الحالي، بيستجيب بعدين. فإحنا بنقول دائما الحمد لله، ممكن إحنا نسعى إنه نجيب فلوس بس ربنا هيملها ملايا، ما بيعطينا فلوس. فقدر المستطاع إحنا نرضى كمان باللي هيجي لنا، نرضى. الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم استعان.